كمان قدم وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب اعتذاره للشعب المغربي من خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة. قال نصا: لدينا خيبة أمل من الهزيمة الثانية، فعلنا كل شيء، كانت المباراة صعبة بدنيا، اللاعبون تعبوا، أردنا أن نسعد جماهيرنا بالفوز، ولكن كرواتيا تستحق هذا الفوز. وأضاف وقال: لعبنا ضد فريق قوي ومنظم، أعطينا أقصى ما عندنا وقاتلنا حتى الكرة الأخيرة، تعلمنا من هذه النسخة أن نكون أكثر قوة وأكثر استعدادا في النسخ المقبلة. وقال كمان: أن تكون وسط الأربعة الأقوياء في العالم لابد وأن تكون سعيد، لاعبونا لم يقصروا ودافعوا بمنتهى القوة عن ألوان منتخب أو ألوان علم منتخب المغرب طوال شهر كامل. وأكيد فعلا هم عملوا الكلام ده نصا، وفعلا يعني الحقيقه كل التحيه والتقدير للمنتخب المغربي الشقيق. برضو عشان نبقى فار يا كريم، كرواتيا منتخب تقيل، يعني طبعاً كرواتيا طبعاً ما هياش منتخب صغير مثلا بالحظ صعد، وكان الوصيف مثلا في المونديال اللي فات في روسيا، فلا هو منتخب تقيل في حد ذاته ويستحق، حتى لو كان تعادل في المباريات كلها وكان كسب مباراه وصعد، يعني برضو كان في كويستشن مارك وحظهم حلو بصراحه، بس ستيل ده منتخب تقيل جدا وعنده خبرات كبيره جدا، فكان في تنافسيه وكان في قلق طبعا يعني في المباراه او قبلها مع المغرب وكرواتيا. بس على كل حال تصريحات الركراكي عجبتني جدا، انا بحب متوازنه جدا، متوازنه صحيح. وما عادش يعول على مشاكل عنده والضغط والكلام ده انا ما بحبوش، يعني مدير الفني يطلع يقعد يعتذر باعذار ده انا ما بحترموش قوي، انا بحب دايما يبقى فيه صراحه، انا بحب دايما يبقى الواحد عنده ثغره ما او مشكله ما او شايف ان الخصم بتاعه كان متفوق عليه، اطلع اقول على فكره عادي ما فيهاش حاجه، ده معناه ان انت بتواجه نفسك وبالتالي هتعوض فيما هو قادم، هو ده المهم، مش مهم ان احنا نخسر حاليا، المهم ان احنا نكسب بعد كده، مش هنقعد نخسر، دي النقطه. فالاعتراف بالخطا دي بدايه برضو التوفيق في الخطوات اللي جايه، والركراكي بصراحه فعلا اثبت رغم صغر سنه، هو مش كبير في السن لكن لديه من الخبرات الكبيره جدا صحيح. واثبت نقطه ثانيه وهي ان المدير الفني المحلي بيفرق بشكل كبير جدا ما بين حتى الروح المعنويه اللعيبه وبعضها، كريم بتفرق انا كمنتخب لما بيكون معايا واحد من ابن البلد بتاعتي وعنده الخبرات دي والكيمستري ما بيننا حلوه، وفي نفس الوقت فنيا بتلاقي كده الباكج كامله، غير لما صحيح. تجيب حتى واحد خبرات من الخارج مش بيبقى فيه الالفه دي، في الاول وفي الاخر هو بيعمل بيزنس ده شغله واللعيبه فاهمه ده، فما بيبقاش فيه الروح الحلوه اللي بصراحه شفناها مع منتخب المغرب على الارض المونديال كله بصراحه، الحق يقال يعني.